اليوم كنحتفلوا بعيد المرأة المغربية في لا فونداسيون ابن بطوطة اللي هو صراحة العيد في يوم 8، لكن حنا كنخليو هذه الايام دائما كنحتفلوا يعني الاسبوع من بعد يعني الاسبوع ديال 8. واليوم كان تكريم ديال 3 ديال النساء المغربيات اللي هما صراحة يستهلوا التكريم ديالهم. 3 ديال النساء اللي كان عندهم دور قوي جدا في المجتمع الكتالوني ومع الجالية المغربية، منهم الأولى سلوى بشري قنصل العام بالطراغونة ليريدا وأراغون، اللي صراحة أدت واحد العمل جبار في طراغونة وليريدا وأراغون، واللي كيعترف بهذا العمل ماشي غير الجالية المغربية، المجتمع الكتالوني، السلطات الكتالونية في هذه المنطقة ورجال الأعمال ديال طراغونة. فصراحة كنتمنوا لها كل نجاح وكل توفيق في العمل ديالها. من بعد الثانية هي سراب البيضاء. سراب البيضاء قامت بواحد العمل حتى هو قوي في مع السنترو دي خوستيسيا خوبانين مع الشباب، وتمك فين عرفتها بالضبط، والان هي كونسييرا في الديستريتو ديال نوباريس ديال البلديه ديال برشلونه. كنتمناو يعني تكون الريخيدوره في الانتخابات المحليه المقبله ان شاء الله في بلديه برشلونه، وهي من الجيل الثاني من ديك الشباب اللي ضروري خصنا نأيدوهم ونشجعوهم باش يزيدوا القدام، لا في اطار سياسي ولا في اطار اجتماعي ثقافي واقتصادي. والثالثه هي سميرة الانصاري اللي هي سيدة يعني معروفة في ليريدا بالعمل ديالها الجبار مع الجالية المغربية ومع بلدية ليريدا، وكان دائما يعني بطريقة بولونتارية دائما كتدعم وكتساعد يعني الجالية المغربية وخاصة المرأة المغربية. اليوم كان الاحتفال الصراحة ماشي غير ديال هادو ثلاثة كما قلت لهم انا، يعني النساء اللي كانوا حاضرين اليوم راه كلهم واحدة بواحدة في الحقيقة كان خصها يكون عندها تكريم ديال المرأة. علاش؟ لأنه كل مرأة مغربية ما جات كاتالونيا إلا أدت واحد الدعم ديال وليداتها وديال العائلة وزادت القدام بالعائلة من ناحية التربية من ناحية ديال البلديات ولا هذا. صراحة هذا كان تكريم كذلك المرأة المغربية بصفة، كل التوفيق يعني في العمل ديالهم، وبغيناهم يكونوا موجودين بطريقة قوية كما قلت في إطار سياسي في إطار اقتصادي في إطار ثقافي في إطار اجتماعي وكذلك في الإعلام. لا يعقل أنه الإعلام الكتالاني الآن ما موجود حتى شي مرأة مغربية، لا تي في 13 لا بي تي في ولا أي إعلام اللي كنشوفه، لا يمكن. يعني إذا كيعيطوا لهم يعني كلمهم غير ودرنا واحد الارتيكلو كذا ولا هذا، هذه كلنا درنا ارتيكلوز ماشي مشكل، لا ماشي قضية في ارتيكلو، قضية أنه تكون تتعامل خدامة يعني في الإعلام الكتالوني، هذا هو اللي كيبين بأنه المرأة المغربية راه موجودة في هذا البلاد. مساء الخير، اليوم كنتواجدوا في برشلونه في مؤسسه ابن بطوطه مناسبه التكريم اللي نظم رئيس المؤسسه سي محمد الشايب. كرمني انا وسيده من برشلونه ساره وسيده سميره من ليريدا، وكنشكروا بزاف على هذه المبادره. وانا اللي كنعطيه اهميه كبيره هو ان السي شايب كرجل هو اللي قدم لنا هذا التكريم، وهذا كيعني على ان الرجل كيلعب دور كبير بالنسبه ل كاع المطالبات ديال المراه ديال المساواه ما بين المراه والرجل، وهذا عندي بالنسبه لي انا مهم جدا. اما بالنسبه للمراه بصفه عامه، المراه الدبلوماسيه يمكن لي نقول ان اكثر من 35 دبلوماسيين هما نساء، عندنا 18
سيدات سفيرات، 10 ديال سيدات قناصلة عمون، وكنظن أن كيمثلوا المغرب أحسن تمثيل. أن هذا الفضل كله كيرجع سيدنا الله ينصره، لأن من 1999 دار قضية المرأة كأولوية ديالو، وفي أي ديسكور أي خطاب كيخطب فيه سيدنا ضروري كيجبد وضعية المرأة. والدستور ديال 2011 كيركز في البريامبول ديالو على أن ما يكونش الفرق ما بين المرأة والرجل، وما تكونش واحدة ديسكريميناسيون اللي السبب ديالها يكون هو الخينيرو لو جونغ. والفصل 19 ديال الدستور حتى هو كي المغرب كي سي كومبروميتي باش يحيد جميع نقولوا لا ديسكريميناسيون ما بين المراه والرجل. وكنظن ان 8 مارس ماشي غير هو نهار اللي خصنا نديروا الضوء على المراه ونشوفوا جميع المشاكل اللي كتعاني منها، ولكن خصنا نشوفوا شنو العالم باسره دار وشنو كيدير باش هاد المساواه ما بين المراه والرجل يمكننا نحصلوا عليها. واخر حاجه نقول لكم هي ان بلا المساعده ديال الرجل ما يمكنناش المراه بوحدها ما يمكن لهاش توصل لهاد المساواه ما بين الرجل والمراه، لان الرجل حتى هو واخا ما يكونش ماتشيستا كنظن ان خصو يلعب دور اكبر باش يحيد داك لي ستيريوتيب اللي عنده، يحاول يساعد يحيد كاع دوك التقاليد اللي كيشوفوا بها المراه. دونك عنده واحد الخدمه، وكنظن الا خدمنا الرجل مع المراه اليد في اليد غادي نوصلوا ان شاء الله لواحد. Hola, buenas tardes. Soy Sara Belveida, consejera de Movilidad y de Urbanismo del Distrito Nou Barris. Bueno, hoy he sido una de las personas homenajeadas aquí en la Fundación Ibn Battuta. Me gustaría darle las gracias a la organización por haber contado conmigo y poder haber contado bueno, mi historia y mi trayectoria en este sentido. En el marco del 8M me gustaría mandar un mensaje a todas las mujeres, un mensaje sobre todo de sororidad. Que vayamos unidas de la mano, que defendamos nuestros derechos de la mejor manera posible y sobre todo نعرفوا بما حنايا خصنا نعاونوا. سميرة الأنصاري فاعلة جمعوية، وأنا اليوم تنتواجد هنايا بالمقر لا فونداسيون بن بطوطة اللي قامت بتكريم بعض الفعاليات المغربية، واللي من ضمنهم كنت أنايا كفاعلة جمعوية. وبصراحة أنا جد فخورة وجد سعيدة بهذا التكريم، خاصة من جهة مؤسسة ابن بطوطة اللي عندها مسار كبير في العمل الجمعوي كفاعلة جمعوية وكمغربية مقيمة هنا بالمهجر منذ ما يجوز 24 سنة. النصيحة اللي نقدر نوصي بها النساء المغربيات وهو السعي ومحاولة الاندماج في المجتمع، لأنها جزء لا يتجزأ منه. وأول شيء أنصح به وهو تعليم اللغة الإسبانية، لأنها بصراحة المرأة المغربية من تتعلم اللغة الإسبانية تحيد عليها نص من العقبات اللي تقدر تواجهها في هذا البلاد هنايا، وتساعدها بالاندماج السريع في هذا البلاد. وصراحة هذا التكريم أنا تنتقاسم مع جميع النساء المغربيات، منهم الأمهات ديالنا، البنات ديالنا، الجدات ديالنا، الجيران، الأصحاب، يعني جميع النساء العاملات والغير العاملات، لأنهم صراحة كل امرأة على وجه الأرض تستحق منا التكريم. وشكرا.